يعني احنا فينا نقول مشاهدينا، بس بدي احييكم مع بدايه دايما هذا الشهر الكريم، هو شهر مبارك، شهر الميلاد والاعياد يلي يمكن كتار بيتكلوا عليه، الفقير والغني. الغني من خلال الحركة التجارية والاقتصادية وغيره، أما الفقير فهيدي هي الفرصة يلي يمكن بينعم فيها بلحظات فرح، واللحظات الفرح ما بينعم فيها إلا من خلال كمان أيادي بيضاء. حبيت اليوم أني استضيف الأب مجدي علاوي، مؤسس ورئيس جمعية سعادة السما، لأنه عمله اليومي هو دائما لمد يد المساعدة لكل معوز، فقير، محتاج، مدمن، تائه، فينا نقول حاضرين على مساحة الوطن، وحتى تواصلوا مع اللبنانيين في الانتشار، لأنه الإنسانية ما إلها حدود إطلاقا. فمن هالمنبر هيدا ببداية العام الدراسي أطلق حملة نور وتربية، ونحن تابعناه، وبالأمس القريب وزع، يعني بالأمس القريب الأسبوع الماضي نهايته، وزع 415 ألف دولار منح دراسي غير الحقيبة الدراسية وغير الزيارات يلي قام فيها على المدارس بكل لبنان دون استثناء، منا مدارس مسيحية فقط، من كل الطوائف. وأكيد هلأ محضر شيء للميلاد وغيره. أبونا أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. مجد الله، باسم الآب والابن والروح القدس الواحد، أمين أمين. حملة نور وتربية قديش نجحت؟ قديش صار في لها ناس ساهمت معها؟ قدي أدخلت طلاب إلى المدارس، ثبتتهم بمدارسهم، ما كانوا قادرين يدفعوا قسط ولا يأمنوا ساندويش ياكلوها بالنهار. أنا بدي أشكر ربي، أول شيء بدي أشكر ربي على كل شيء، وبدي أشكر كل الناس يلي من كل العالم بادروا وساعدوا معنا. هلا ما كانت الحملة مثل ما هو يعني قوية، يمكن أول سنة، ويمكن لأنه في وضع اقتصادي، معيشي صعب بالعالم كله سوا، مش بس بلبنان. نعم. فكان في عنا منح، إجتنا منح 123 تلميذ. نعم. فنحن كنا واعدين أكثر من هالقد، لأن واعدين نحن بكل منطقة بمبلغ معين. نعم. فنحن رجعنا قدرنا أخذنا كريدي من البنك بيبلوس ومشكور، ونحن على خمس سنين رح نسكره، لأنه وعدنا هالطلاب، لأنه بالنسبة لي إذا بتحب ابنك علمه، إذا بتحب ابنك سلحه، إذا بتحب ابنك دعمه، يعني بالشيء اللي بيحبه، وإذا نحن نحب وطننا مشان نلغي الجريمة ونلغي الحبس بدنا نعلمه. أكيد. يعني قبل أي شيء تاني الولد المدرسة. وحتى يعني حفظتوا له على كرامته للولد لما أمنتوا له للبي ياخذ هالبون ويفوت مع ابنه بكل هيك ثقة نفس، يشتري له الكتب والقرطاسيه ويدفع كانه من، يعني قديش هيدي بتعطي ارتياح للطالب، بشوف حاله ببيه بامه، وبتريح العائلات. أكيد. نفسيا. أكيد. ومعنويا. نحن هالمشروع كمان رد كرامتهم. كرامتهم لانه للولد، نحن قلنا له، سال هو في اولاد سالوا ليش انه جيتوا لهون رحتوا على غير مطرح، قلت لهم لانه اهلكم بحبوا جمعيتنا وعم هن يشتروا الاغراض من عنا تساعدوا جمعيتنا. نعم. يعني فهموا انه الاولاد انه اهله عم بيساعدونا كثير منيح بهالطريقه، لازم كمان هيك يفهموا. الباك تو سكول كانت في 5620 تلميذ من لبنان. نعم. اخذوا كل الاغراض، حتى مش بس الثياب الداخليه الجديده، حتى السبدرين او الصباط او الكوستيم، طبعا الكوستيم هو الكحله. نعم. يعني البنطلون، لانه الكوستيم من فوق نحن ما عندنا اياه، يعني كل مدرسه عندها الكوستيم، بس انه امنا البنطلون لقلو للولد لحتى يقدر يلبسه. يعني اليوم بنطلون كمان غالي اذا اربع اولاد بالبيت او ثلاث اولاد بالبيت. فنشكر الله، ومن بعد منا قررنا نكفي بالمنح الدراسي. نحن أمنا قسم كبير من المدارس، دفعنا لهم 415205 دولار امبارح، يعني بأول أسبوع الماضي، بالأسبوع اللي قطع اللي نحن فيه. نعم مزبوط. يعني أعطينا بمنطقة الشياح وعين الرماني 108,750,000. نعم. أعطينا بمنطقة الحدث دفعة واحدة هلا 14,499,000. أعطينا منطقة الدورة 52,200 دولار. أعطينا منطقة صغرتها 17,400 دولار، أعطينا منطقة جبيل 116,000 دولار، أعطينا بمنطقة عكار 116,000 دولار، أعطينا بمنطقة سن الفيل 34,800 دولار. توزعوا امبارح باحتفال بالمول بدبي، ومشكور أصحاب المول اللي هن قدموا لنا هالمكان وهالقاعة. كان بحضور ممثلة وزير التربية الأستاذ مروان حمادي، كانت الدكتورة فيرا زيتوني رئيس مركز التربوي بجبل لبنان. المنطقة التربوية. وكان الاولاد مشاركين من كل هالمدارس، من عكار، من جبيل، من هالمدارس اللي اخذوا المنح. وكان في احتفال، وكان في اطلاق اغاني لهالحمله.
الفرحه كانت اول شيء انا ما نمت. انا بصراحه لان اول مره بساعد بالمدارس اول مره، وبدي اقول لكل اللي عم يسمعونا مش مجد علي ولا جمعيه عتمه، هي الكنيسه، هذا عمل الكنيسه. الكنيسه ولا مره تركت اولادها لحالهم، الكنيسه ولا مره الا ما فكرت. الكنيسه ام، الام ولا ممكن تنام اذا ولد عنده مرض او دراسه او سخون او شيء. هودي هي كنيستنا اللي عملتهم، وكنيستنا ولا مره فرقت بين لون ولون ودين ودين وبلد وجنس. فانا اليوم بدي اقول اشكر كنيستي، وخاصه انه اليوم انا من خلال المطران من خلال الكنيسه بدي اشكرهم، لانه هن ورا جمعيتي ورا الدعم، وهن اعطوني المبادره وهن اعطوني البركه. فكل ما هيك بقول لهم اليوم كنيستنا اللي عملت هالشيء. نعم كنيستنا يلي عم بتحارب ايه الغلاء والاشياء كثير عم تعمل. وكل ما هيك بدي اقول لك اليوم بشكر كنيستي كثير والقيمين عليها اليوم. نعم. من قديسه البابا للبطاركي للاساقف كلهم صار. حتى اللبنانيين اللي كانوا في الخارج بالانتشار ولا في لبنان يلي مؤمنين بهالايد بالايد، قديش كمان عم بيكونوا، لانه اولاد كنيسه معظمهم كمان عم بيساهموا. يعني عند اول شيء عندهم حب لوطنهم كثير، ومش عارفين كيف بدي يساعد وطنهم، بقول لك انا بعيد، بس المهم يعرفوا وين عم بتروح الامور وتكون في شفافيه. مزبوط. يعني الولد نحن هن معه رقم تليفونه، وهن بيحكوا على الواتساب، هن بيطمنوا عليه، هن بيشوفوا علاماته. يعني الولد معه، يعني عنده يعني معنا رقم اهل الولد تيطمنوا عليك عنه بكل شيء. يعني اهين يعني طريقه اليوم، اهين يعني طريقه، ما عاد في مسافات بعيده أبداً. قربت المسافات أبداً. ابونا حتى بعدك باللومول عم بتشجع التفاح اللبناني ومستمرين بفتكر لسبعة كانون الاول، سبعة كانون الثاني رح تكونوا. نعم هو الهدف من وراء التفاح، نحن عم نمر على المدارس شفنا مزارعين انه مش قادرين، قالوا لنا ما قدرنا ندفع قسط المدرسيه. نعم. لانه موسمنا ما نبيع، ما قدرنا نقطفنا التفاح، او موسمنا بعناه واخذنا تشيكات بلا رصيد كمان. نعم نعم نعم، في مشكله كتير، في مشكله كثير كبيره صايره بمنطقه الشمال، جود شمال لبنان. فقررنا نحن نقطف عنه التفاح ونحن نبيع له تفاح. في منين قطفينه؟ نحن اخذناهم منهم بالسعر اللي هن عم بيبيعوه، صندوق ب 15 دولار، وفي قسم نحن قطفناه ودفعنا له دغري 15 دولار على كعبه. نعم. وهيك ساعدني. وبذات الوقت عم نقول للولد كل تفاحه محل ما تاكل شوكولا، مش صحتك اهم. الالمان بيقولوا انه اذا الواحد كل يوم بياكل تفاحه ما بيشوف الطبيب بحياته. مزبوط. فكيف اذا كان تفاح لبناني؟ غير شكل. فكنا يعني عم نساعد المزارع بهالوقت، كنا اول التشرين الاول لحد اليوم كنا عم نساعد منه ورا مشان منح دراسيه، بذات الوقت كمان الارض تبع جمعيتنا. نعم. مشان المزارع ثلاث اشياء. هلا نحن من اليوم، من امبارح بلشنا نهتم بخلصنا قصه المدارس، نهتم بالمشان احتفال اللي بيصير بالفورم دي بيروت يلي كل سنه بنعمله الخامس سنه، ل 2000 ولد من عمر 3 سنين عمر 12 سنه بيجوا على الفورم دي بيروت مع اهلهم. يعني بيكون في 2000 ولد، بس بيكون في امه وبيو واخواته، يعني يمكن نوصل 6 ايام، نوصل 5500 ايام، نوصل 6000 شخص بيكونوا بيجوا على الفورم. لازم يتسجلوا قبل بوقت او بيجوا تلقائيا؟ لا بيتسجلوا تنعرف العدد، كم صباط وقديش قياس صباط، كم سكربيني وقديش قياسه التنوره، الفستان، الكنز، اللعبه، لنعرف شو كم منقوشه، كم عصير، كم. لهلا قديش صار مسجل تقريبا 1750 ولد في عندنا اليوم مسجلين. بعد في يعني نحن قايلين ل 2000 ولد مش قادرين ناخذ. نعم. اكثر. لا ثلاثه رح يكون ب 15 كانون الاول بالفورم دي بيروت اذا الله راد. يعني الولد بيجي مثل كيف اجى على البيك سكول، بيو مع كريدت كارد، بفوت بقول له لبيو بدي منقوشه، بيو بيشتري له، بدي عصير بيشتري له، بدي احضر مسرحيه بحضره، بقول له بدي ارسم على وجهي، بدي العب بالجيكون فلاب، باخر شيء بقول له بدي نقي هالصباط، هالبلطنون، هالهديه، الهديه مش ملفوفه حتى ينقيها، انه بيو عم يشتري له اياهم. كيف مرشد نويل؟ نعم. كيف نروح على مرشد نويل؟ مرشد نويل ولكن مجاني. 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 لانه حلو كثير، البي اللبناني اليوم تعبان، البي اللبناني موضوع. ابونا مجد، من بعد هذا الفاصل رح نحكي شوي بوجع الناس اللي بتلتقوا فيهم يوميا، وبعتقد نحيدي من علامات الواقع يلي نحن عايشينه للاسف، ويلي انتم عم بتحاولوا تبلسموا جرح بسيط، بينما الدولة هي المفروض يمكن تحمل الحمل الكبير. بعد الفاصل مع مجدي علاوي، الأب مجدي علاوي رئيس جمعية سعادة السماء. منتابع مع رئيس جمعية سعادة السما بونور دي سيال الأب مجدي علاوي لحل عنا اليوم، يلي بعتقد هالجمعية عم بتحل كتير من الأمور مع العائلات اللبنانية على مساحة هالوطن.
أبونا أكيد عم تشجعوا التفاح، شو عم تعملوا فيه؟ يعني قطفتوا اليوم عم يتصنع عم ينبيع تفاح، لمين بيروح ريعه شو؟ يعني نحن أكيد عم نبيعه بس بصار على مرحلة ما بقى ينباع، عم ياخذوا على بيت ستي وجدي. نعم. هالمسنات اللي عندنا. نعم. بلا ما تقعد وما تعمل شيء وإنه هي خلص خلصت حياتها، لا، إذا بتعطيها شغل ترجع بتتذكر إيه وترجع بتنبسط. أنا عم بعطي، أنا عم بساعد، مش أبونا مجد عم يساعدني، مش جمعيته عم بتساعدني. أنا فيني أشتغل وفيني أعمل. طلعت الفكرة من عندهم هن السيدات الأميات الموجودين بهذا البيت، قال هيك هالتفاح قبل ما ينتزع بنعمل لك إياه مربى. تقريبا عملوا لنا أكثر من 400 مرتبين بخلال جمعة، هلا من جمعتين لهلا راحوا ال 400 مرتبين وهلا عم بيعملوا. مشان ما ينكبشي، وهن بس ذات الوقت انبسطوا انه فوتنا مدخول على الجمعيه، وذات الوقت هن اخذوا ارجون البوش وهن راحوا يعني يشتروا هالاغراض العيد وكل شيء لانهم او لاحفادهم. نعم. يعني حسيت حالها انه انا تركوني بمأوى وخلاص، لا انا فيني انتج وفيني اعمل. بذات الوقت التفاح عم يساعد فيه المزارع، يعني عم ياخذ هو يعني عم يشتري منه عم ياخذ حقه مباشر دغري، يعني لا في كوميسيون ولا في نقليات. لا لا لا، في نحن عم ننقل، نحن عم كل شيء، يعني حتى الاقفاص ما عم نعذبه فيهم. يعني ما هو تعبان يعني هلا جاي العيد، ما في بي ما بحب يكون في عشاء العيد، ما في بي ما بحون جايب تياب العيد لابنه، ما في بي ما بحب يجيب اللعبه لابنه ويحطها تحت الشجره. بس اليوم ما في، في ظروف صعبه اليوم. كرمال هيك نحن واقفين حد البي اللبناني نقول له نحن ما رح ناخذ دورك، فيني انا اليوم اعمل حفله واقول لهم انا بدي اوزع لكم بابا نويل وانا اعطيكم كادويات ملفوفين وانا اعطيكم التياب وانا فوت كرتوني غذائيه على البيت لعندكم اكتب عليها اسم جمعيه سعاد سما. لا، نحن رفضنا الفكره. نحن بدنا نقف حد البي، نحن هالبي رح نعطيه يجي لعنا ياخذ الاكل من السوبر ماركت يفوت اكل العيد لانه حيكون في الحبشه وحيكون اكل العيد وحلويات العيد ياخذهم على بيته، رح ينزل على الفورم. بعدني انا لليوم بعتقد وانا وصغير بس كنت اشتري ثيابي كنت انا نقيهم وحطهم حد مني على التخت ليلتها وماني ثاني نهار البسهم. فالولد رح يجي ينقي هو ثيابه، رح ينقي هو لعبته، رح ينقي كل شيء، بس الولد بيعرف انه بيو عم يدفع له. هودي كرامه الناس. اكيد كرامه الناس. في شباب تائه اليوم، قديش اليوم في شباب مضبط لانه ما عنده قبل. بصراحة اليوم هالشباب عم بيساعدوك أبونا، عم بيكونوا جزء من حملتك، من جمعيتك، من عمل لي يعني لننسيهم شوي وقعهم الأليم، ما يروحوا على الإدمان، ما يروحوا على انحراف. على بدي أشكر ربنا أنه الجامعات والمدارس وقت طلع الوزير بوصعب وزير التربية كان، وبشكر المدير العام وزارة التربية وهلا معالي الوزير يلي كفوا أنه العمل التطوعي. نعم. وشجعوا على العمل التطوعي. نحن بيجوا لعنا 6 ساعات او 10 ساعات عمل تطوعي بس بيكفوا. ما حنا في جمعيتنا واقفه على المتطوعين اليوم بلبنان. نعم. من سيدات، من طلاب جامعات، من طلاب مدارس، من كل الطوائف. يعني عندنا عدد كبير من المتطوعين بكل مطاعمنا، بكل مؤسستنا، بكل حملاتنا هن متطوعين. يعني حيكون في عندنا تقريبا 3400 متطوع بالفورم ببيروت، يعني 14 شهر و15 انت نحضر قبل بليله. هن من سكوت، من حركات رسوليه، من منظمات رسوليه، من انديه، من 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 طلاب جامعات ومدارس، حيكونوا هن على الارض عم يشتغلوا معنا على مده يومين. فكرمال هيك نحن ما فينا نعمل حالنا شيء ابدا. يعني هذا لبنان الحلو، انه بس نقول في عندنا قضيه الكل عم بيتجاوب والكل عم بيكون حدنا. وفي ناس يعني بدي اقول لك بالنسبه كان للمدارس او للفورم ببيروت، في ناس مع 8000 ليره تبرعوا فيها، بيقول لي هالقد نحن بيبقى عندنا. يعني هذا فلس القلمري، هيدا الفلس المميز. يعني مش من فائض تبعها. هيدا يلي هي بحاجه انه تروح فيه، كانت بالباص على شغلها، لغيت الباص وقلت لي بروح ماشي بس 8000 فيني اعطيكم اياها. يعني شفنا ولا تحضير لحفله العيد يلي لل 2000 ولد وعائله، كمان هي شباب، هي عائلات، هي محسنين. هن نحن عم حاطين على الفيسبوك، رح ننزل التاني على الفيسبوك كم عندنا صبات بدنا، كم سكربين من عمر 3 سنين لعمر 5 سنين. عم نشوف الفيسبوك على الشاشه عم يقطع مع الواتساب كمان يتواصلوا معكم ابونا. نعم. فكرمال هيك يعني يكون كم هديه، كم لعبه، الاعمار، كم منقوشه بدنا، كم كيك، كم عصير، كم انيه مي. يعني هو بيقطعوا على الفيسبوك، كثير ناس بتامن اغراض، كثير ناس بتجي بتتطوع، كثير ناس بيجوا هن واولادهم ليشوفوا اولادهم انه ليك في ناس ما عندها اي امكانيه.
يعني بكون في يعني بكون في شغل رائع جدا جدا يعني هي خامس سنة من وقتها يمكن خامس سنة يعني وفي رح يكون في انيميشن رح يكون في مسرحية يعني في كثير اشياء رح تنعمل بهذا الاحتفال وبذات الوقت اولاد تبع مركزنا اولاد يلي هن عايشين عندنا بالمؤسسة من عمر سنتين ل 12 سنة لاول مرة رح يرد له الميلاد 8 كانوا الاول رح يكونوا عم يرد له الميلاد بدهور شوير بكنيسة المخلص الساعة 7 عشية رح يكونوا عم يرد له الميلاد مع شباب مدمنين رح يكونوا عم بيقولوا سولو هن وياهم من قرية الإنسان وريستال رجع ينعمل ب 27 كانون الأول بمسرح بلدية سن الفيل كمان رح أطفال جمعية سعاد سما مع المدمنين عم بيتعافوا جمعية سعاد سما رح يرتلوا الميلاد بهالمنطقتين إذا الله راد يعني الميلاد نشاط كتير حلو والميلاد هو بيعطيك الامل نشاطكم مش بس ببيروت عندكم نشاط بطرابلس عندكم نشاط بصيدا عندكم بكل لبنان من 17 شهر حكون نهار طويل بزحله نعم رح يكون عندي السجن بزحله رح يكون عندنا مركز الاطفال بزحله مأوى عجزه بزحله رح يكون عندنا الديس بالرعيه بزحله كل يوم رح يكون عندي نهار بالشوف يعني نهار كمان السجن المأوى رح يكون عندي الاشخاص ذوي الحاجات الخاصه يعني بكل منطقه رح نزور ونعمل احتفالاتنا الميلاد بمناطقنا رح يكون كثير منيح طبعا ابونا مجدي انا بدي من خلالك اشكر كل هالمتطوعين كل يلي مؤمنين انه بالفعل ايد بايد بنقدر يلي مؤمنين بعد انه الكنيسه تعمل وبالتالي هيك بهالشهر الميلاد الكريم شو هيك النداء يلي بتحب من خلال الحل عنا تعطيه للناس يعني يسوع اجى على الارض تعرفوا شو يعني الله نزل من السماء وسكن بيناتنا يعني ما في حب مثل هذا الحب يعني خليكم عندكم هذا الامل خليكم عند هذا الرجاء ما تحكوا الا بالسلام لا تدينوا لا تنتقدوا حبوا بس ما تقولوا غيري ما عمل وغيري شو عم بيعمل انت شو بتعمل هي خيك وانا اليوم بدي اقول بشكر الله على كنيستي وصلوا لنا ونحن كمان منقول لك منشد على ايدك ابونا مجدي علاوي وصلي لنا كمان ومنعايدك ومنعايد الجميع على امل هالطفل المزود يلي اختار افقر طريقه يوصل فيها على هالحياه مخلص العالم هيدي عبره كثير كبيره لكل واحد منا شكرا لك ويعطيك الف عافيه ولد المسيح هللويا هللويا طبعا مشاهدينا دائما بنلتقى معكم عبر الام تي في الحل عنا الى اللقاء يعطيك الف عافيه